أهلا بكم إلى الفقرة المغربية. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس، دعت حكومة الرفاق الوطني الليبية إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان مدينة درهونة، حيث اكتشفت مقابر جماعية عدة منذ الصيف الماضي. أفادت هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني أنه جرى إخراج 120 جثة من 27 مقبرة جماعية عثر عليها حتى الآن، داعية حكومة الوفاق الوطني للتحقيق في مصير السكان المفقودين. على بعد 80 كيلو مترا من العاصمة الليبية ترهونة، مشهد مروع لمقابر جماعية وفظائع تكشفت ملامحها بعد انجلاء غبار المعارك عنها. 27 مقبرة جماعية تقول حكومة الوفاق إنها عثرت عليها في المدينة الواقعة جنوب العاصمة، وأخرجت ما لا يقل عن 120 رفاتا من بطون قبورها. كانت أولاها غداة انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المدينة. مشهد أجج غضب منظمات حقوق الإنسان وأثار حفيظتها، فأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيان استنكار مطالبة فيه حكومة الوفاق الليبية بفتح تحقيق فوري والكشف عن مصير المفقودين. هيومن رايتس ونقلا عن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الحكومية تقول إن أكثر من 338 شخصا من سكان ترهونة فقدوا بعد سيطرة ميليشيا الجانيات المحلية الموالية لحفتر عام 2015. مزاعم أكدتها شهادة سكان محليين اتهموا قوات الجانيات المرتبطة بحفتر بخطف واحتجاز وتعذيب معارضيها أو من يشتبه بمعارضتهم لها. الجانيات التي كانت تسيطر على مفاصل الحياة في ترهونة وتتحكم في كافة جوانبها وضعت في قائمة عقوبات الولايات المتحدة بتهم القتل والتعذيب خارج القانون. لعل ذلك جزء من حكاية بلد غرق في العنف لسنوات طويلة، جرائم حرب وانتهاكات مستمرة وأطراف صراع لا تأبه بأوجاع الليبيين. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن عبر خدمة سكايب جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. مرحبا بك معنا سيد ستورك. بداية، لماذا لا يوجد أي اهتمام دولي أو لا يكاد تقريبا بما وقع في ترهونة بهذه الجرائم وهذه الفظاعات التي ارتكبت بحق السكان هناك؟ أيضا لماذا تأخرت هيومن رايتس ووتش في المطالبة بالتحقيق في هذه المجازر؟ أعتقد أن المسؤولية الأولى فيما يتعلق بالإقرار بوجود هذه المجازر والتحقيق فيها هي مسؤولية للسلطات الليبية. أما بالنسبة للمجتمع الدولي فهو مصطلح فضفاض، من سيستجيب لهذه الأمور ومن سيحقق فيها؟ ثانيا، ليس الأمر صحيحا، ففي المحكمة الجنائية الدولية فإن مكتب المدعي قد كان موجودا في ليبيا، ونعلم بأنه قد قام بزيارات عديدة إلى ترهونة، وهذا هو أحد الهيئات الدولية المناسبة المسؤولة عن متابعة هذه المواضيع. أعتقد أنك تخاطب الناس الخطأ فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب، أخاطبك أنت سيد ستورك، يعني تقول بأن مصطلح المجتمع الدولي هو مصطلح فضفاض، إذا كانت السلطات المحلية غير قادرة ربما على التحقيق أو تحقيق العدالة على الأقل في هذه الجرائم، من سيتحمل هذه المسؤولية؟ من يحمل المسؤولية للقيام بذلك هم بصورة أساسية هم السلطات المحلية. إذا كانوا غير قادرين على ذلك فعليهم أن يطلبوا، وأعتقد أنهم قد طلبوا المساعدة أصلا، المساعدة الدولية، وقد حثينا مجتمع المانحين والأمم المتحدة والمستجيبين الدوليين لكي يستجيبوا وليوفروا المساعدة الفنية والمساعدة الجنائية والطب الشرعي من أجل حماية بقايا جثث الناس ولتحقيق فيها تحقيقا مناسبا وللوصول إلى نتيجة نهائية من أجل محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. طيب، تحقيق شفاف والوصول إلى نتيجة نهائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، هل برأيك سيكون ذلك ممكنا؟ هل
من بقدرة السلطات المحلية أو حتى الأطراف الدولية على تحقيق أو القيام بتحقيق نزيه وشفاف ويحمل المسؤوليات لكل الأطراف المتورطة في هذه الجرائم. حسنا، أولا أعتقد أن نوع التحقيقات تحقيقات الطب الشرعي الجنائي المطلوبة مهمة جدا. هنالك هيئات دولية يمكن أن تنشر موظفيها من أجل توفير المساعدة في هذا الصدد. ليبيا حاليا مكان صعب ويصعب على ليس فقط على الموظفين الدوليين بل على الليبيين أيضا أن يكونوا هناك أحيانا في مكان مثل ترهونة. فنحن نعرف بوجود العصابات والميليشيات التي ارتكبت هذه الفظاعات، فهي لا زالت لها بعض التأثير في البلدة، ولذلك فهذا السؤال سؤال صعب، ولا أعتقد بأن السؤال من هو المسؤول أو من نلوم ومن هو الذي يجب أن يحاسب. المسألة هي أنه يصعب علينا الحصول على هذا النوع من المعلومات بالنسبة لكم ولنا، وأعتقد أنه بالنسبة لكم في التلفزيون العربي هذا الأمر صعب. فمسألة توفير التفاصيل الكثيرة هنا وتوفير التوصيات التي نأمل أنه سوف يكون هنالك إجابة، ولكن لسنا في موقع يخولنا ضمان ذلك. نعم، أشكرك جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس واتش، شكرا جزيلا لك.